السلام عليكم، كي دايرين ريل؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم غنحضر معاكم الكشري على الطريقه الهنديه، يعني بسيط جدا بالمكونات موجوده في كل بيت. كنحتاجوا لهذا الكشري. عندنا النجم لهذا الطبق هو الارز، كاس ارز من الرز البسمتي او كوهينور. في حاله الا ما كانش متواجد عندكم في المنزل ممكن ديروا الارز الاصفر الطويل، المهم خصو يكون طويل بحال هكا. نصف كاس عدس، الا ما كانش متواجد عندكم هذا العدس بحال هكا حيتوما تحضروه بهذا العدس ممكن ديروا هذا العدس، هذا متواجد في جميع انحاء العالم. بصلة واحدة، فلفل حار الى كان كيعجبكم الحار ممكن ديروا اثنين، الملح حسب الذوق، وهنا الكمون يعني حبوب قبل ما يتطحن الكمون، ملعقة صغيرة مملوءة، هنا ملعقة كبيرة ديال الزنجبيل الطري المفروم، وهنا ملعقة كبيرة ونصف من الثوم المفروم. وانا نحضر معكم الطريقة. خلطت العدس مع الارز وغسلتهم مزيان تقريبا شي 4 مرات. المهم بالنسبة للعدس الاخر اللي وريتكم للناس اللي ما لقاوش هذا العدس، خصكم تتاكدوا ان العدس الاخر يعني سريع الطياب ديالو، سريع يعني ما تيكونش قاصح، يعني ما كيطيبش بصعوبة، خاص يكون عدس اللي كيطيب يعني بسهولة. المهم عندنا كاس ارز، يعني خاصنا نطيبوه بجوج كيسان د الماء، ونص كاس ديال العدس فيه كاس د الماء، يعني غنستعملو 3 كيسان ديال الماء. نبداو بسم الله طريقة التحضير. نحاول نقطعو البصل رقيق ويكون طويل. اول حاجه عند الهنود يعني كيسخنوا بحال هكا المقله او الكوكوس مزيان عاد كيديروا الزيت حتى كيتحيد، مثلا الا كانت شي من داخل شي حاجه. هنا 4 ملاعق ديال الزيت، كمون حبوب، الكمون يكون ناشف يعني ما يكونش فيه الماء ولا عطس، الفلفل الاحمر يعني كما قلت لكم ممكن ديروا 2 3 على حسب الرغبه، انا هذه كتجي من الهند يعني غسل وحده وراه فيها شويه الحار. البصل اللي قطعنا نخلطو البصل جيدا حتى كيولي اللون ديالو بني، لكن ما كيكون الهنود ما كيعجبهمش البصل يكون هكا قاصح ومكيستنبطش. هنا كنتكلم على تجربتي يعني في عائلة ديال الزوج ديالي، صديقاتي الهنديات يعني بزاف الأسر تعرفت ليهم، يعني نفس الشكل ما كيبغيوش البصل يكون قاصح، كيبغيو يكون لص ودايب. كاين يعني صعوبة يعني باش نصور هاد الفيديو لأن كنت طالعة والكاميرا بزز باش طلعتها الفوق. المهم كنتمنى تكونو شفتو
البصل تكوي تغير اللون ديال البني. وديما مع التحريك باش ما يتحرقش لكم، وفي نار عالية مع التحريك. كنزيدو الثوم والزنجبيل طري محكوك، او المبشور كما كيقولو الدول العربية. نخلط غير شوية هكا، وغادي نضيف الرز والعدس ديالي. ونخلطو المكونات مع بعض. تقريبا دقيقة باش نخلطو هكا، ونديرو الكؤوس ديال الماء هالكأس الأول. هالكأس الثاني هالكأس الثالث عاد نضيفو الملح هو الاخير، الملح حسب الضوء. انا هنا درت ملعقه صغيره، ولكن الملح كيرجع لكم لا وحدو كيفاش الذوق ديالو، كلا كيبغي الاكل يكون شويه زيت في البلوحه، ماشي يعني عاد البلوحه، كلا كيبغي السوس، كلا كيبغي الطونسيون، يعني كلا واحد وشو. هانتوما تشوفوا البصل راح كيبان اصلا طايب، نخلطو بحال هكا تقريبا دقيقة، وكنسدو عليه الكوكر. انا هنا طنجرة الضغط كنسد عليه تقريبا كنسمع 4 ديال الصفارات. المهم انا غادي نحسب ان شاء الله شحال من دقيقه وغادي نقول لكم، حيت كاين طنجرات ديال الضغط اللي ما كيديروش الصفاره عاليه. هالكشري ديالي انا داير ليا 3 ديال الدقائق في طنجره الضغط، لان الرز كوهينور وبسماتي دغيا كيطيب. الا كنتو غادي ديروا الرز الاصفر يعني قد يشد معاكم الوقت، يعني مرة تحلو وتشوفوا واش طاب ولا لا. اما كوهينور وبسماتي غير 3 دقائق في طنجرة الضغط. ومن بعد منين كان يطيب ويسالي كنسدو عليه، ما كنحلوش الكوكوت نهائيا، يعني كنخليوه في الكوكوت واحد 5 دقائق اخرى، باش ديك الساعه الرز كيعطي. ملي كنحلو عليه كيطلع هذاك العدس وهذاك الباصه كيطلع لفوق، وكتذوقو كتشوفو واش طايب ولا لا. بطبيعة الحال شوف معايا، المهم كنحركوه كنخليوه بحال هكايا، يعني كنحركوه وبشويه
بشويه باش ما يتعجنش يولي بحال الحلوه. غير بشويه ما نقولش لكم كي كيجي يعني حتى لا تقولوا لي كنقول معسل، كيجي معسل فعلا كيجي معسل. باش كتشوفوا هكا الروز يعني كل حبه على اختها ما كيتلاصقش ما معجن ما والو، يعني التحريك كيكون بشويه. قولي في التعليق شنو الوصفات اللي كتعجبكم، الوصفات الهنديه، اي وصفه بغيتوها غادي نحضرها معاكم ان شاء الله في القناه. الا كنتو كتشوفوا الفيديو ديالي لاول مره ما تدخلوش عليا بالاشتراك والاعجاب لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.